مين؟ بن بن مين بن؟ ايه؟ شو مين بن؟ ابن اخوك بيت هذا البيت؟ يا ولدي هذا انا، افتح الباب من فضلك. استناني شوي بدي احكي مع البواب. استنى شوي. الو جونزاليز، وحياتك الباب عندي مش عم بيفتح، لو بتطلع تصلح لي. خمس دقايق لو بتطلع من فضلك تصلح لي. شو اسوي؟ طب ليه ليه تسكر تسكرش الخط؟ ليه ليه اسمه روح بجد تسكرش خط خليك معاك. هيا كم عليك 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 مسكر علي مثل مكسور وانا محبوس هون. وينك انت عند البواب؟ قول له خليه يتصل بشرطة بإطفائية. انا على الان هون. انتبهوا شوي عمويني. هذا بالضبط اللي صار الاسبوع الماضي، متذكر؟ مش بالقوة؟ بالقوة؟ لا 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 مش بالقوة. انت عم بحاول بالقوة مش رافعة عمويني. عمويني اسمعني شوي، ارفع الامان ونلف لسان الابل شوي شوي مش بسرعة. عمي ويلي انت لازم تزيد سكرة الباب. ايه؟ انا لازم ازيد سكرة الباب. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. كله اليوم الاربعاء؟ طبعا اليوم الاربعاء، مش انا دايما باجي بصور في ايام الاربعاء. طيب طيب، بس اليوم الاربعاء؟ اليوم الاربعاء. ايش عين فوق اللون؟ شو كده ما طلعتش من البيت بالمرة؟ ايه؟ وين طلعت؟ أنا عارف امبارح اليوم الأسبوع الماضي. طلعت يوم الأحد عارف جنينة البلدية. عشان الأول. عالجريدة، أنت بتشتري من الجريدة. تحت بابا. مش حلوة مما بتحشني إياها تحت بابي. عمولي، جبت لك ست أنواع شرب، بس من غير ملح. الملح مش منيح لصحتك. سمعتني عم بقول ايه؟ سمعت سمعت. جبت لي ست انواع شوربه من غير ملح. من غير طعم. شفت. وانت رحت تشوفها. وك ايش هذا؟ فيديو على مراجعات على مسرحيتين غنائيات جداد وما دعموش على وجه الشيء. مش انت وكيلة الممثلين تبعي؟ ما قلت لك انه في وجه الشيء. لانه بالمسرحيتين فيش دكتور يناسب. واحدة مسرحية كلها أوبريت روك، والثانية مسرحية أفريقية. شو يعني بدك تمثل واحد أفريقي بأوبريت روك؟ عم تلج، وتلج هون بهاي الغرفة، شو بيستعملوش التدفئة في هاي العمارة؟ سول بيرتو مان؟ مين؟ سول بيرتو الملحن، مسكين مات هيك وما جبر وجهه. مسكين؟ قديش كان عمره؟ صغير 97. تعرفوش الملحن هذا اللي لحن ليدي ليدي اي لاف يو بيبي. ساعة كثير بهاي الغرفة. كيف ما شكيت؟ عمي ولي انت مستعمل المكيف على التبريد. حس كانه احنا في قلب براد. مين سول بيرتو؟ لا براد وين بدكم مسكين؟ انا مش موافق اتطلق بهاي الغرفة. هون على اكيد بيصيبك التهاب رئوي.
انت لازم تسكن بمحل احسن من هذا. بس
صدري بيصير يجعني في ايام الاربعاء لما انا هون. غير تاع يوم الثلاثاء. بتعرف شو؟ ما عرفتش اجي بالمره، انساني. سلم على ميلي ونيلي. عم انت وسدني. انا بدي وسدني كمان. هل قد بتكره لويس؟ ما اقدرش اشوف وشه. قد ايش صارت مش شايفه؟ 10 سنين؟ 11 سنين. 11 سنين ما شفتوش بعيد ولا شو السبب؟ الاصبع. شو؟ الاصبع هو بيقطع اصبعه هون. صار عندي خزوه في صدري. اياني قلت لك يا دكتور بتامل انك انت فاهم علي يا توجه صح؟ 43 سنه يتحس اصبعه في نفس المحل بقول لك انا صار عندي شورس كله مرتي فكرت معانا عندي وشك صار لي 11 سنة تارك الشغل معاه واصبعه على طول معلم بسوي طب هاي بس انا بطلب من المسؤولين يحطوا لك شقة تستلم مش تحت الاواعي عند التصوير فكرة ما فكرتش فيها انا هاي مرة حطيت له شقة اتصال مش تحت الاواعي ما حط اصبعه شهر كامل حط له اصبعه بشمسية بس لما فكوا الشمسية مش هيتحش اصبعه صراحة عم ولادي أنا مش مصدق إنه بسبب إصبع تلات طوال ببزل ببزل وقت ببزل هو بدي هبالي يعني هذا البنات ببزل أكثر من رشاش جنيني براحتي يعني ما كنتش بحاجة أتحمم بعد العرض أكيد مش قصده مش قصده لو بدي أجمع كل الأجزاء اللي بزلوا علي بال 43 سنة كنت بغرق التيتانيك أنا مش قصده يعني